السلام عليكم، نقدم لكم اليوم المحاضرة الثالثة من أساسيات الهندسة الكهربائية، وهي سوف تكون آخر محاضرة تتكلم عن الأساسيات الدوائر الكهربائية. وإن شاء الله في المحاضرات القادمة سوف نتطرق إلى طرق تحليل هذه الدوائر. إذن تكملة للأساسيات هي قانون أوم. كيف يتم تطبيق قانون أوم ومتى، وأي الدوائر التي يتم تطبيق عليها قانون أوم من غيرها؟ أولا، قانون أوم هنا نبدأ تعريفية عنه، لكن هو شنو؟ شنو يمثل قانون أوم؟ لو ننظر إلى هذا الشكل، نريد نطبق عليه قانون أوم، فإحنا نحتاج إلى معرفة أولا مقدار الفولتية المسلطة على المقاومة. احنا نريد نحسب قيمة المقاومة، او نريد نحسب قيمة التيار المار خلال هاي خلال قيمة المقاومة. فنحتاج انه نعرف الفولتية المسلطة على هذه المقاومة وقيمة المقاومة. بالتالي العلاقة راح تكون انه التيار يساوي لنا الفولتية، فرق voltage drop، آسف، rotational difference على المقاومة، على قيمة المقاومة راح تخلينا نحسب التيار. إذا لإيجاد التيار لأي قيمة، لإيجاد التيار لأي مقاومة في الدائرة، نحتاج قيمة المقاومة ونحتاج الفولتية المسلطة على هذه المقاومة فقط. إذا عندنا ثلاث أشكال استنادا على ثلاث معطيات اللي عندنا، اللي هو التيار اللي يمر بالمقاومة، قيمة المقاومة، بالإضافة إلى الفولتية المسلطة على المقاومة. إذن هاي اللي نحتاجهن، هذين ثلاث قيم نقدر نحسب أي قيمة من عندهن في حالة توفر المعطيات الأخرى. مثلا ممكن حساب التيار لو قدرنا نعرف إيش قد الفولتية المسلطة على هاي المقاومة وش قد قيمة المقاومة، وأيضا الوحدة اللي ننساها بالأمبير. نقدر نحسب الفولتية على المقاومة إذا عرفنا ايش قد قيمة التيار اللي يمر بالمقاومة بالإضافة إلى قيمة المقاومة. أيضا نقدر نعرف قيمة المقاومة إذا عرفنا الفولتية المسلطة على المقاومة والتيار اللي يمر بيها. إذن هذه الأساسيات إذا عرفناها راح نقدر نطبق قانون أوم. يجي تساؤل، أين يمكن تطبيق قانون أوم؟ طبعا قانون أوم اللي هسه احنا شرحنا شنو اللي نحتاج عمود نقدر نطبقه، يطبق فقط على دوائر اللينير، وهذا ما ذكرناه بالمحاضرة رقم 2 من الأساسيات، انه فقط اللينير، اما النان لينير ما يطبق. اذا يقول لا يمكن تطبيق قانون أوم اذا كانت عدة دوائر نان لينير، اللي هي مثل من؟ الدايود وزينر دايود وفولتج ريجوليترز وغيرها. ايضا لا يمكن تطبيقها على المواد اللي تكون من السيليكون كاربت، اللي هي الفولتية بها تمثل قيمة معينة في قيمة التيار، وطبعا هذا الام كونستانت اعتمادا على طبيعة هاي المادة. اذا هاي النقطتين لا يمكن تطبيق قانون اوم عليهم. اذا هذا هو ببساطة قانون أوم. نجي نعرف الدوائر. طبعا بالنسبة للدوائر، الدوائر تقسم اعتمادا على طبيعة ربطها، منها دوائر السيريز، السيريز سيركت، دوائر الربط التتابعي. يعني بهذا الشكل احنا شلون نعرف هاي الدائرة نقول عليها دائرة سيريز سيركت؟ شنو النقطة الأساسية اللي نقدر نميز بيها؟ طبعا احنا اولا عمود نعرف سيريز، خلينا نباوع على اتجاه التيار، مرور التيار. لو افترضنا اجى التيار من المصدر، استمر بالسريان، دخل بالمقاومة رقم 1، استمر دخل بالمقاومة رقم 2، استمر دخل بالمقاومة رقم 3 ورجع إلى المصدر. إذن هذا التتابع بالتيار هو نفس التيار مر بثلاث مقاومات. إذن هاي المقاومات مربوطة على التوالي. هاي النقطة الأولى، إذا التتبع اتجاه التيار راح يخلينا نحدد هل هذا الربط توالي أو توازي. طريقة أخرى،
انباوع على الربط ما بين المقاومة وأخرى، كم نقطة مرتبطات؟ نشوف المقاومة الأولى والرقم 2 مرتبطات بنقطة واحدة، وما بين الاثنين والثلاثة أيضا مرتبطات بنقطة واحدة. دليل شنو؟ إنه هذا الربط توالي. إذا يعني إحنا راح نمشي أما عن طريق النود، نقول هذا وهذا نفس النود، إذا ما عندي إشكال، هذا وهذا نفس النود ما عندي إشكال، يعني نود واحد، إذا هذا الربط توالي. راح نشوف التوازي شلون تكون عملية الربط. راح نجي نتكلم عن التوالي. إذا قلنا التوالي يمر بنفس التيار، التيار راح يكون التيار الكلي هو نفس التيار اللي يمر بالمقاومة الأولى، ونفس التيار اللي يمر بالثانية، ونفس اللي يمر بالثالثة، اللي هو دائما يقولون افترض نفس المي، يعني المي هو أقرب شيء للكهرباء، فلاحظ سريان المي هو نفسه. إذا راح يكون قيمة التيار الكلي هو مساوي للتيار المقاومة الأولى، مساوي للتيار المقاومة الثانية، مساوي للتيار المقاومة الثالثة، وهو التيار، لذلك يرمز له بالتيار I فقط بدون أي رقم. لكن المشكلة وين؟ إنه الفولتية تقسم بثبوت التيار وقيم المقاومة أيضا ثابتة، إذا المتغير الأخير هو الفولتية. الفولتية هو اللي راح يتقسم. فنشوف إنه الفولتية تقسمت على أساس الفولتج ديفايدر، تقسمت على عدد المقاومات الموجودة، بمعنى إنه الفولتية الكلية شو تمثل؟ جزء منها راح للمقاومة الأولى، جزء منها راح للمقاومة الثانية، وجزء منها راح للمقاومة الثالثة ورجع صفر. أي إن الفولتية الكلية تمثل مجموع الفولتية الأولى زائد الفولتية الثانية زائد الفولتية الثالثة، وهكذا إذا وجدت أكثر من مقاومة. إذا هسه لاحظنا بدوائر السيريز، أولا التيار ثابت وهو نفس قيمته ثابتة في جميع المقاومات ويساوينا التيار الكلي. المقاومات لو نفترض حاليا هي قيم ثابتة ومعروفة. الفولتيات تقسم، إذا الفولتية الكلية تساوي مجموع الفولتيات المقسمة. إذا لو نشوف هنا أن المصدر الفولتية الكلي يساوينا الفولتية الأول زائد الثاني زائد الثالث. شنو سبب تقسيمها؟ احنا هنا بما انه التيار ثابت وقيمة اذا هاي اخذت فولتية معينة، وهاي ايضا تيار ومقاومة فولتية معينة صار عليها على المقاومة فولتية معينة. هنا ايضا نشوف ايضا بالنسبة للاشارات، التيار يرمز له يطلع من السالب للموجب خلال البطارية او الدي سي سورس، ويستمر بالسريان دخوله موجب وخروجه سالب بالنسبة للمقاومة، وهكذا إلى النهاية. أوكي، إذا هذا الإشارات راح تفيدنا في منطقة معينة من التحليل الدوائر الكهربائية. إذا الفولتية راح تساوينا مجموع الفولتيات المنفصلة للمقاومات. إحنا نعرف الفولتية بالنسبة لرقم واحد V1 نقصد بها على المقاومة رقم واحد، هو التيار في قيمة المقاومة تبعا لقانون أوم، ونفس الحالة بالنسبة للV2، ونفس الحالة بالنسبة للV3. بتعويض هذه القوانين راح نحصل على انه الفولتية تساوي لنا التيار في المقاومة رقم واحد زائد التيار نفسه في مقاومة رقم اثنين زائد التيار نفسه في قيمة المقاومة الثالثة. اذا لو طلعنا قيمة التيار مشترك، فراح نلقى انه التيار في مجموع المقاومات راح اقدر احصل على الفولتية. اذا مجموع هذا المقاومات اللي على التوالي راح نسميها، نعطيها رمز الار اكويفالنت، يعني المقاومة المكافئة اللي هي شو تمثل لي المقاومة المكافئة بدوائر السيريز، هي المجموع مجموع المقاومات اللي موجودة. لذلك استنتجنا قانون انه عمود نحسب الدائرة المكافئة، راح نطبق هذا القانون، مجموع المقاومات المربوطة على التوالي مهما كان عددها، نشوف المستمر إلى غاية Rn، يعني إلى عدد مفتوح من المقاومات اللي مربوطة على التوالي. إذا نعمد نحسب المقاومة المكافئة لمجموعة مقاومات على التوالي، نطبق القانون بجمعهم. إذا ما هي الخصائص دوائر السيريز سيركت؟ أولا أول خاصية ومهمة انه التيار نفسه يمر بكل المقاومات. اثنين، الفولتية تتقسم على كل المقاومات. ثلاثة، الاكويفالنت سيركت
مقال الكويفلنت ريزيستنس هو تساوي شنو؟ مجموع المقاومات الموجوده، ايضا قيمه المقاومه المكافئه اللي راح تطلع عندي اكيد هي اكبر من قيمه اي مقاومه موجوده بالدائره، باعتبار احنا جمعنا كل المقاومات وقدرنا نحصل على قيمه كبيره مقارنه مع قيمه اي مقاومه وحدها. اذا هذا هو ربط السيريز. عرفنا اهم فقره انه شلون نعرف السيريز من البارالل، هو يا اما التتبع انسيابيه التيار، يا اما هي عدد اشتراك المقاومه مع غيرها بالنسبه للنودات. نجي على البارالل سيركت، الدوائر المتوازيه شلون شكلها؟ نفس ما نشوف هنا، هذا هو شكلها، مصدر للفولتيه ومقاومات على التوازي. شوف الفرق بالشكل. اذا اكو مشكله نعاني، بعض الطلبه تعاني منها، انه شلون نميز او ما يعرف الشوكت يكون الدوائر توالي او توازي. اذا احنا سابقا وضحنا التوالي، راح نجي نشرح التوازي. بالنسبه للتوازي شلون نعرف هاي الدائره توازي؟ ايضا عن طريقين. الاول تتبع مسار التيار. لو لاحظت التيار اللي اجى من المصدر استمر بالسريان الى ان وصل للنقطة اللي سميناها بالمحاضرة السابقة injection point والنود. هنا injection point هي تشوف التيار تقسم، جزء منه راح للمقاومة الاولى، جزء اخر راح للمقاومة رقم 2، جزء اخر من عنده راح للمقاومة رقم 3. اذا التيار الكلي ما بقى نفس ما هو، تجزأ. اذا تجزؤ التيار دليل على انه المناطق اللي مر بيها التيار هي مناطق تكون ربطها على التوازي. اوكي، اذا هذه الفروع التي تجزأ بها التيار راح يكون ربطها على التوازي. زين، طريقة اخرى لمعرفة ربط التوازي، عدد النقاط اللي ترتبط بها المقاومة مع اخرى. يعني لو نشوف هاي المقاومة كم نقطة تشترك مع المقاومة رقم 2، هاي النقطة الأولى وهاي النقطة الثانية. إذا تشترك بنقطتين مع المقاومة رقم 2، ونفس الحالة بنقطتين مع المقاومة رقم 3. إذا هذا دليل على إنه شنو هذا الربط التوازي. إذا شنو الفرق هسه ما بين التوالي والتوازي؟ بالتوالي كان التيار ما يتجزأ وترتبط المقاومة مع غيرها بنقطة واحدة. بالتوازي لا، التيار يتجزأ والمقاومة ترتبط مع غيرها بنقطتين. اذا بسبب هذا الشكل اللي موجود، وانه التيار تجزأ الى تيار 1 وتيار 2 وتيار 3، واصبح التيار الكلي يمثل مجموع قيم التيارات المتفرعة، ثبت عندنا قيمة اخرى اللي هي الفولتية. اصبحت الفولتية مات المصدر هي نفس الفولتية المسلطة على المقاومة رقم 3، ونفسها مسلطة على مقاومة رقم 2، ونفسها مسلطة على مقاومة رقم 1. وبثبوت قيم المقاومات فتغيرت قيم التيارات وتجزأت. اذا راح نجي نشوف هسه الخصائص. بالنسبة للمقاومة الاولى، الفولتية مالتها راح تساوي لنا التيار رقم 1 في مقاومة رقم 1. اذا عمود القى التيار الاول، اذا هو الفولتية اللي قلنا هي متساوية على الار 1. اذا ردت القى التيار الثاني اللي يمر بالمقاومة رقم 2، فهي ايضا الفولتية المسلطة على المقاومة على قيمة المقاومة، ونفس الحالة مع التيار رقم 3. احنا ذكرنا سابقا انه التيار الكلي يساوي مجموع التيارات المتجزئة، لانه اجى تيار كامل اتجزأ الى 3 مناطق. اذا التيار الكلي يساوي مجموع التيارات المتفرعة. كل تيار متفرع قلنا قيمته هو فولتية على قيمة شنو؟ المقاومة اللي مر بها التيار. لو احنا نعرف ثبوت الفولتية على المقاومات انه تكون متساوية، راح نطلعها عامل مشترك، راح تكون المقاومات بهذا الشكل لانها مربوطات على التوازي، فواحد على ار 1 زائد واحد على ار 2 زائد واحد على ار 3. هذا اللي بين قوسين راح نلمز له بالار اكويفلنت اللي هي ار اي كيو. اذا عمود احسب التيار الكلي، اذا هذا الفولتية الكلي يساوي لنا التيار في قيمة شنو؟ الار اكويفلنت. فانا اذا اريد احسب التيار فهو الفولتية على الار اكويفلنت. اذا قلنا شنو الار اكويفلنت؟ هو يمثل مجموع المقاومات المربوطة على التوازي بهذا الشكل. اذا
واحد على المقاومة المكافئة شو يساوي لنا؟ واحد على R1 زاد واحد على R2 زاد واحد على R3. لذلك استنتجنا قانون للمقاومة. عمود نحسب المقاومة المكافئة المربوطة على التوازي، المربوطات على التوازي، فواحد على R يساوي لنا مجموع مقلوب القيم المقاومات اللي هي واحد على R1 زاد واحد على R2 زاد واحد على R3 إلى ما لا نهاية من عدد المقاومات اللي مربوطة على التوازي. بسبب ان تكون المقاومة واحد على R لها اسم الكوندكتنس. الكوندكتنس رمزه جي، هذا الرمز جي يعني بي واحد على R. طبعا الوحدة مالته ذكرناها سابقا هي السيمنز او عكس الميو اللي هي عكس اوم. اذا الجي الكلية شي يساوي لنا مجموع جي 1 زائد جي 2 زائد جي 3، وهو الجي شي مثل انه واحد على R. اذا بالمحصلة هاي هي قوانين البرون. في حالة اذا كان الربط بين مقاومتين على التوازي فتمثل بهذا الشكل، يستنتج قانون اذا كانت المقاومتين على التوازي الار يساوي ان R1 في R2 على R1 زاد R2، احنا نقول ضربهم على مجموعهم اذا كانوا اثنين على التوازي لحساب R بشكل اسرع. اذا ما هي خصائص الربط الدوائر على التوازي؟ شنو الخصائص اللي راح نحصلها؟ اول خاصية ثبوت الفولتية على جميع الاطراف ونفس ما لاحظنا بالشكل. اثنين، التيار الكلي يتقسم الى يتجزأ على عدد الافرع اللي مرتبطة على التوازي، بمعنى ان التيار الكلي يساوي مجموع التيارات المتفرعة نفس ما نشوفه بهذا القانون، مهما كانت عدد التفرعات، اي بمعنى عدد المقاومات اللي مرتبطة على التوازي مهما كان عددهم، فالتيار الكلي يساوي مجموع هذه التيارات المتفرعة. ايضا بالنسبة للمقاومة المكافئة فراح نعرف يمثل مجموع مقلوبهن نفس ما شفنا بالدوائر، وايضا الناتج مالتهن راح يكون قيمته صغيرة جدا مقارنة بقيمة المقاومة، قيمة اي مقاومة بالدائرة. ليش؟ شنو السبب؟ لان احنا جناخذ معكوسهن، بسبب ان احنا جناخذ معكوسهن يعني جتقل قيمة المقاومة، بمعنى بربط التوالي قيمة المقاومة الرئيسية ازدادت، بينما بربط التوازي قيمة المقاومة المكافئة قلت، وهذه لها حسابات أخرى تفيدنا في أماكن أخرى. إذن هذا هو يعني أهم ما يميز الدوائر التوازي. زين، إذن هنا راح نجي نوضح شنو الفرق بين الدوائر السيريز والبارالل. دوائر السيريز عمود هنا تصير عندنا واضحة، تكون المقاومات على التوالي يمر بها نفس التيار واتصال المقاومة مع أخرى بنقطة واحدة. أما بالتوازي راح تكون التيار اللي يمر هو تيار يتفرع عند نقطة الجكشن بوينت إلى تيارات مختلفة مجموحا يساوي لنا التيار الكلي. إذن هذا أيضا ذكرنا الفقرة الثانية الخاصة بالتيار. الفقرة الثالثة بالنسبة للدوائر اللي مرتبطة على التوالي، الفولتية تتجزأ اعتمادا على عدد المقاومات، بينما على التوازي راح تكون الفولتية على المقاومات متساوية. بالنسبة هنا راح نجمع الفولتيات باعتبارها متجزئة، أما هنا راح نجمع بالتوازي نجمع التيارات باعتبارها متفرعة. ايضا الدوائر الحساب الار اكويفالنت راح تمثل جمع المقاومات بشكل اعتيادي، اما في حالة البرول فراح يكون مقلوبة، واحد على ار اكويفالنت يساوي لنا واحد على R1 زائد واحد على R2 وتستمر. ايضا قيمة الار اكويفالنت بدوائر السيريز هي اكبر من قيمة اي مقاومة منفردة، بينما في البرول راح تكون قيمتها اصغر من قيمة اي مقاومة منفردة. راح ناخذ هذا المثال. هنا بهذا المثال يقول جد قيمة المقاومة المكافئة بين حرفين A و B. نشوف هذا الشكل، هو هنا عبارة عن شكل مركب A يحتوي على دوائر AC بالإضافة إلى دوائر DC. طبعا أعتذر عن الإطالة، لا يمكن تجزئة الموضوع لأنه هو موضوع مستمر،
يعني يجب أن يؤخذ بحصة واحدة، فأنا أعتذر عن الإطالة. هاي الدوائر الشرح ممكن نحللها. أولا نجي إحنا بنريد نحول هاي الدوائر أو نحسب الدائرة المكافئة، نجي نحسب جزء جزء إلى أن نوصل إلى الـ A والـ B، آخر شيء تكون الدائرة المكافئة بسيطة جدا. نشوف هاي الثلاث مقاومات مرتبطات بنقطتين، اذا ما اريد اتبع انه هنا ما عندي مصدر للتيار عمود اتبع اني راح يجي التيار، لكن هيك فرضيا راح نمشي على النقاط، النقطه الاولى والثانيه ثلاث مقاومات يرتبطن بين نقطتين. ايضا لو فرضت يجي التيار منها راح يتجزا، ولو فرضت يجي التيار منها ايضا راح يتجزا، اذا هذول ثلاثتهم على التوازي، فراح اجي احسب هذول ثلاثتهم على التوازي، راح اطلع دائره مكافئه وحده راح تبقى هنا. هسه فقط اريد اشرح نظريا. هسه نجي نشوف لو افترضنا اجى تيار منا مر بهالشكل، مو راح يمر بهاي المقاومه وراح يمر بنفس دائره المكافئه، المقاومه المكافئه للتوازي، يعني شنو مر بيها نفس التيار، يرتبطن بنود واحد، اذا هذول راح يكونوا على التوالي، هذول هم نفس الحاله راح يمر بهم نفس التيار هم على التوالي. زين هسه نجي نكبر الدائره، نجي على ذول، هذا وهذا وهذا، مو يرتبطون بنقطتين؟ لو اجى التيار منا يتجزا، لو اجى التيار منا يتجزا، اذا راح يكون المحصله مالتهم شنو؟ توازي، فنحسب الار اكوفلنت على التوازي. بعد ما خلصنا حسبنا الار اكوفلنت، هذا كل المربع هذا صار شنو؟ قيمه مقاومه واحده ترتبط بنقطه مع منو؟ مع هاي المقاومه، اذا هاي شنو؟ دائره سيريز، اذا اجمعها مع الار 1. اذا هذا الكلام اللي ذكرناه هو هنا بالبدايه حسب البرر مال الثلاثه والاربعه والاربعه، فطبق الاحد على ار1 يساوي لنا 1 على 3 زائد 1 على 4 زائد 1 على 4. هنا أنا جمع الكسور بسيط جدا، يطلع لنا الناتج مقلوبه، طلع لنا الار ايكوفلنت. لو لاحظ قيمته على التوازي طلع 1.2، اصغر من الاربعه واصغر من الاربعه واصغر من الثلاثه. اوكي؟ ايضا لو نكمل السؤال. بعد ما ذكرنا انه حسب التوازي فصار قيمه وحده 1.2 هي على التوالي مع منو؟ مع المقاومه اللي بصفها. المقاومتين اللي كانت هنا ايضا جمعناهم صارت قيمه واحده. هذول صاروا على التوازي وهذول على التوالي، وهم هسه كلهم شنو؟ على التوازي. بالبدايه اول شيء حسب ذولا على التوالي، صاروا كلهم على التوازي حسبهم بهالشكل، وبعدين صار مع التوالي مع ار1. هاي القوانين هي للحساب اللي احنا هسه ذكرنا الطريقه مالتها. هذا اللي يهم احنا نعرف ايش وقت شوف بالاخير جمعها مع القيمه الواحد. احنا لازم نريد نعرف نوصل الى نتيجه انه شلون نسهل الحل. لذلك شفنا هو جمع ذولا الاثنين، ليش؟ باعتبار عندنا قانون للاثنين انه مضروبهم على مجموعهم، فعمود يطلع قيمه واحده، وهنا هم صاروا اثنين هم مضروبهم على مجموعهم. ليش؟ يستخدم القوانين البسيطه والسهله، لانه تعرفون مساله الحل تاخذ وقت. نتطرق الى موضوع الشورت اند اوبن سيركت، ايضا من المواضيع المهمه، لازم نعرف شنو شورت سيركت وشنو اوبن سيركت. بالنسبه للشورت سيركت يعني شنو؟ يعني اكو شورت سيركت في منطقه معينه، هذا الشورت سيركت المقاومه مالته تكون صفر، والفولتيه خلال هذا الشورت سيركت ايضا صفر، لان هو عباره عن سلك للكوندكتنج مقاومته صفر يربط نقطتين، فالفولتيه اللي ضمن هذا الشورت سيركت ايضا صفر، لكن هو يمر بي تيار. اذا اكو تيار يمر بي، لو نثبتها طبعا شنو؟ مربوطه بدائره. اكو تيار يمر بي لكن قيمه المقاومه مالته صفر، وفولتيه المسلطه ضمن الاي والبي منطقه الشورت ايضا صفر. اوكي؟ اذا هو فولتيته صفر، مقاومته صفر، لكن يمر بي تيار. هذا جاي نحكي عن شنو؟ شورت سيركت. نجي هسه على الاوبن سيركت. بالاوبن سيركت شنو؟ الدائره مفتوحه، فاي تيار ما يتوجه لها. اذا نشوف ان التيار اللي يمر هنا صفر، بمعنى هاي قيمه المقاومه اصبحت كانما غير موجوده. ننتبه على هاي الفقره اللي راح تفيدنا في اماكن اخرى. شوف اذا هاي المقاومه اصبحت غير عاملة. ليش؟ السبب انه هذا الاوبن خلى ما يمر تيار بهذا الاتجاه، التيار راح يجي بهالشكل ويرجع بهالشكل. اذا هاي المقاومة اصبح كانه غير موجودة.
وجود الاوبن سيركت يعني شنو؟ يعني هذا الفولتيه راح ياخذ نفس الفولتيه اللي على المقاومه R2، يعني بالاوبن سيركت اكو فولتيه على الاوبن سيركت. بعد التيار اللي يمر بيها صفر. اوكي؟ زين ايش قد قيمة المقاومة؟ بما ان التيار صفر اكيد قيمة المقاومة خلال الاوبن سيركت راح تكون انفينيتي. طبعا الاوبن سيركت مثلا ايضا مهم لانه يبين لنا من القيم المتواجدة ويا هي القيم اللي اصبحت صفر. اذا الانفينيتي للمقاومة الفولتية هي نفس فولتية الار 2، والتيار اللي يمر هنا هو تيار قيمته صفر لانه اوبن سيركت، واصبحت هذه المقاومة غير ضرورية، وجودها وعدم وجودها نفس الشيء، اصبحت خارج العمل. هنا يتكلم عن ريديانت بريدج، يعني هنا راح يجي يقول اكو في بعض الدوائر اكو قيم زائدة. شلون يعني؟ خلينا نجي نشوف هذا الشكل. لو نلاحظ هذا الشكل، اجى التيار بهالشكل، اجى التيار وصل الى برانش راح يتجزأ، لكن شاف اكو جزء شورت سيركت وشاف مقاومه، فهو بالاكيد راح يمر بالطريق الاسهل، فراح يمر التيار بالشورت سيركت ويطلع بهالشكل. يعني المقاومه R3 ما مر بيها تيار، اذا وجودها وعدم وجودها واحد، فراح الغيها. شنو السبب؟ لانه التيار ما مر بيها، فاذا نقول هذا الجزء هو غير مرغوب بي بالدائره، فاحنا راح نشيله لانه وجوده وعدم وجوده واحد، فانا ما اخذه بنظر الاعتبار بالدائره. نفس الحكي مع هذا الشكل. هنا لو نشوف اجت التيار من المصدر، اجى هنا راد يتجزا، لقى هنا مقاومه ولقى هنا مقاومه، مر بالمقاومتين فتجزا هنا تجزا اولي. اجى التيار اللي جاي، اجى هنا باوع، لقى هذا الطريق سهل ولقى هذا الطريق معقد بمقاومات، فاجى سلك الشورت سيركت. اذا هنا ما مر اي تيار، اذا اصبح هذا الفرع هو فرع زائد، فراح نشيله من الدائره لانه وجوده غير مهم. لو نفترض وجود الاوبن سيركت في منطقه معينه، هنا صارت اوبن سيركت، شنو الاجراء؟ اولا ما راح يمر تيار بهذا الجزء، يعني شنو؟ يعني هاي قيمه المقاومه اصبحت ما لها داعي، وايضا اصبحت هاي المقاومه ما لها داعي، فهذا الجزء اصبح كله ملغي بسبب وجود الاوبن سيركت. فهذا نقصد به بالدوار، انه اكو اجزاء تكون غير مرغوب بها بسبب يا اما الشورت سيركت يا اما الاوبن سيركت، فيجب التخلص منها لانه وجودها ما يفيدنا بتحليل الدوائر. هنا راح نتكلم عن موضوع الفولتج ديفايدر ديفيجن ان سيريز سيركت اوف ريزيستورز. احنا قلنا سابقا انه الفولتيه بدوائر التوالي هي منقسمه، راح تتجزا الى الفولتيه V1 والى الفولتيه V2 اعتمادا على عدد المقاومات الموجوده. اذا هنا الفي الفولتيه الكليه يساوي الفولتيه الاولى زائد الفولتيه الثانيه. الفولتيه الاولى هو التيار في قيمه المقاومه، والثاني هو التيار في قيمه المقاومه، ذكرناها سابقا. فانا عمود اجي احسب قيمه التيار هو الفولتيه على الار اكوفالنت، صح؟ تمام. لذلك احنا نريد نلقى قوانين مبسطه لحساب الفولتيه بشكل اسرع. هذا هو اشتقاقها، انه انا لو اريد احسب الفي 1 فهو التيار في R1، يعني الفي خلال المقاومة الأولى هو التيار اللي يمر بها في قيمتها. التيار شنو قيمته؟ هو الفولتية على مجموع المقاومات. إذا أصبح لحساب المقاومة على الـ R1 هو الفولتية الكلية، فولتية المصدر في المقاومة الأولى عليمًا على مجموع المقاومات. نفس الحالة لحساب الـ VR2، فإذا أحسبها بشكل مباشر أقول هي الفولتية الكلية في قيمة المقاومة اللي راح أحسب عليها الفولتية على مجموع المقاومتين. اذا بهذه الطريقة راح اقدر احسب الفولتية على اي مقاومة بشكل سريع جدا. لو نجي نشوف هنا هذا السؤال يقول اريدك تحسب لي الفولتج على كل مقاومة. فاحنا اولا بما ان انا عندي مصدر للفولتية وعندي مقاومات اقدر احسب التيار، لو نفترض هو ايضا طلب من عند التيار او ما حددني بطريقة معينة لحساب الفولتية، فانا اقدر احسب الفولتية بطريقتين، يا اما بطريقة قانون اوم اللي هي شنو؟ احسب التيار، تيار ومقاومة احسب الفولتية، صح؟ اذا هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية يا اما استخدم قانون الفولتج ديفايدر اللي هو شو يحتاج؟ يحتاج تطبيق مباشر فقط، الفولتية
في قيمة المقاومة R1 على مجموع المقاومات لحساب الـ R1 فولتية الـ R1 لحساب فولتية الـ R2 فمصدر الفولتية في قيمة الـ R2 على مجموع المقاومات، وهكذا نستمر بعملية الحساب. الكرنت ديفايدر، طبعا احنا قلنا الفولتج ديفايدر يستخدم بدوائر السيريز باعتبار هي اللي راح يتجزأ بها الفولتية، اما بدوائر التوازي من اللي راح يتفرع بها هو التيار. فالتيار الكلي يساوي مجموع التيارين. اذا اشتقاق موجود قدامكم تقدرين تتابعونه، لكن بالمحصلة احنا راح نوصل الى قانونين، ان التيار خلال المقاومة الثانية، اريد احسب التيار خلال هاي المقاومة واريده بشكل مباشر، فالتطبيق راح يكون شنو؟ التيار الكلي، لازم عندي قيمة التيار الكلي، اذا ما عندي احسبه بالطرق الاعتيادية، اوكي، في قيمة المقاومة اللي ما يمر بها تيار اللي هي القيمة الثانية. زين لو نفترض وجود ثلاث مقاومات، شو اسوي؟ راح اكيد اخذ المكافأة للاثنين البقية. عمود تسهل عندي الموضوع. اوكي؟ اسويهن يعني اخذلهن التوازي وابقيهن اثنين. اذا انا عمود احسب الكرنت ديفايدر اسويهن اثنين، او طبيعي اكو طريقة لحساب ثلاثة ايضا طريقة مباشرة، لكن هاي بعض المسائل لتبسيط الموضوع. اذا التيار الكلي في قيمة المقاومة اللي ما يمر بها اللي ما اريد احسب بها التيار على مجموعهم اثنين. نفس الحالة اذا اريد احسبه بقيمة المقاومة R1 فاقول هو التيار الكلي في قيمة المقاومة اللي ما اريد احسب بها التيار على مجموعهم اثنين. هاي الطريقة عمود ما تنسى بيها القانون. اوكي؟ هذا مثال تطبيق مباشر. اذا انا اريد احسب الـ هو هنا شوف يريد من عندي التوتال كارنت ويريد الكرنت خلال كل مقاومة. طبعا هاي المواضيع مهمة، ليش؟ لانه احنا مهمة جدا، لانه راح تمثل دوائر التحليل بهالشكل. فاريد اولا اطلع الدائرة المكافئة عمود احسب التيار الكلي. مقاومتين هذول على التوازي، التيار يتفرع يرتبطون بنقطتين. فالار كوفيت مالتهم ضربهم على مجموعهم. طلعنا قيمة المقاومة، التيار الكلي هو الفولتية على الار كوفيلنت، لان الفولتية بالتوازي متساوية. جاي اعيد بالموضوع عمود تكون عندكم يعني يترسخ بعقولكم. فهاي مسائل مهمة. اذا انا قدرت احسب التيار الكلي، فالتيار الكلي وعندي قيم للمقاومتين، فاريد احسب التيار في المقاومة الاولى اضرب التيار الكلي في المقاومة الثانية على مجموع المقاومتين. ونفس الشيء بالنسبة للتيار الثاني، التيار الكلي في المقاومة الاولى على مجموع المقاومتين. اوكي؟ السورس انفورميشن، طبعا الوقت صار كلش هواي لكن ما راح اقدر اقطعها، لازم استمر بالعمل. السورس انفورميشن اسف ترانسفورميشن، يعني شلون راح نقدر نحول الفولتية الى تيار ومصادر التيار الى مصادر للفولتية. ايضا هذا يعتبر من المواضيع المهمة باساسيات بالاساسيات، اللي هي احنا ذكرنا ان مصدر الفولتية راح يكون شنو؟ مصدر للفولتية ومقاومة على التوالي مع المصدر. بالنسبة لمصدر التيار هو مصدر للتيار ومقاومة على التوازي. فانا راح اختصر شلون نحوله. راح اجي احسب قانون اوم على هاي الدائرة، راح اطلع مصدر التيار، راح يطلع لي تيار قيمة التيار. فراح شو اسوي؟ اجيب قيمة التيار اعطيها لمصدر التيار، والمقاومة الداخلية للمصدر الفولتية اللي كانت مربوطة على التوالي راح اجي اربطها على التوازي. هاي هي الطريقة لتحويل المصدر من شكل الى اخر. اذا بالعكس راح اجي التيار اضربه في المقاومة راح يطلع الفولتية، راح اعطيها لمن؟ لمصدر الفولتية، وهاي المقاومة اللي مربوطة على التوازي احولها الى شنو؟ مقاومة مربوطة على التوالي مع مصدر الفولتية. هذا هنا هو الاشتقاق، يبين ويوضح هذه العملية اللي احنا ذكرناها. تمام؟ اذا هاي عملية تحويل المصادر من مصدر معين الى اخر. راح نجي نشوف اذا ربطت المصادر شلون راح نتعامل وياها. اذا عندي المصدر للفولتية بهالشكل، يعني السالب جوا والموجب فوق وارتبط مع مقاومة داخلية، فمن حوله لل من حوله للمصدر للتيار شلون اكافئه بهالشكل؟
قلنا التيار ينساب من السالب للموجب، فالاتجاه راح يكون للأعلى، والمقاومة راح تكون على التوازي. نجي إذا كان السالب فوق والموجب جوا، يعني راح يجي من السالب للموجب، إذا الاتجاه للأسفل، إذا مصدر التيار راح يكون اتجاهه للأسفل. إذا نجي بالعكس، إذا أريد أحول مصدر للتيار إلى مصدر للفولتية، نلاحظ التيار اتجاهه للأعلى، إذا الرأس نقول هذا سالب والأعلى هو موجب، سالب موجب. المقاومة اللي كانت مربوطة على التوالي راح أخليها على التوازي، بس هاي أنا جاي أحكي بس على الشكل، أما لازم نطبق القانون. أنا هنا من حولته إلى مصدر للتيار، فأطبق القانون الآي يساوي لنا الفولتية على الآر السيريز، أي هي الداخلية. من نريد أحول المصدر الفولتية، أقول الفولتية يساوي لنا التيار في قيمة الآر شانت أو برلل، أوكي؟ فراح يكون بهالشكل. نفس الحالة إذا الاتجاه سالب للأسفل، فالقط الأقطاب مالته راح تكون سالب موجب، تمام؟ إذا هذا هو الشكل. هنا هذا مثال يوضح عملية التحويل، مسألة بسيطة جدا لا تتطلب جهد. نشوف هنا 20، نجي عمود نحسب مصدر، نحول مصدر الفولتية إلى مصدر للتيار. أقول التيار يساوي لنا الفولتية على المقاومة 20 على 5 4، أعطيها لمصدر التيار، أشيل هاي المقاومة أربطها على التوازي مع مصدر التيار، خلاص هو هاي عملية التحويل. لكن هي عملية مهمة نحتاجها باستمرار. هنا العكس، مصدر للتيار، لكن ننتبه على الإشارة، هنا مصدر التيار للأسفل، فلازم يكون سالب موجب بهالشكل. هنا على التوازي صارت هنا على التوالي، هنا مجرد ضربنا 50 في 10 صارت 500. زين، نجي على الربط للمصادر. يقول احنا بالنسبة للفولتية اذا ربطت على التوالي شو راح نتعامل وياها؟ اكيد نجي ننتبه على الإشارة. اذا كان السالب موجب، سالب موجب يعني السالب الموجب يرتبط مع السالب، يعني مختلفة، فبهاي الحالة راح نجمعهم نفس ما البطاريات من نربطهم، نربط موجب واحد للدائرة وسالب واحد للدائرة، والبقية يربط موجب سالب موجب سالب، وهكذا. فدولة شنو راح نجمع الفولتية. الإشارة مالته هو ياخذ إشارات، بما أنهم مشابهين بالشكل، أوكي إشارات واحد منهم. هنا نفس الحالة، بس شنو الفرق؟ إنه هذا السالب فوق، هنا الموجب فوق، يعني بالعكس. لكن بما أنه السالب يرتبط بالموجب، وهنا من السالب للموجب، إذا نجمعهم. شو وقت العد نطرح؟ إذا ارتبطوا شنو على التوالي، يعني آسف متشابه السالب على السالب، فرأسا أطرح، وطبعا يبقى محافظ الموجب فوق والسالب جوا، أطرحهم. لكن منو اللي آسف مو أبقى محافظ آسف آخذ إشارة منو؟ آخذ إشارة إشارة الفولتية الأكبر. يعني لو كانت الفي 1 هو الأكبر، فراح ياخذ شكل الإشارة للفي 1. أما إذا كان الفي 2 هو الأكبر، فراح ياخذ شكل الفي 2، أوكي؟ وطبعا في حالة إذا كان السالب على السالب، أو إذا كان الموجب على الموجب، هو نفس الشيء، تمام؟ ما دام ارتبطوا إشارتين بالشابهة، نطرح مصادر الفولتية، ونحتفظ بإشارة المصدر الأكبر. ذكرنا هنا طبعا بالمصادر الفولتية لازم ما ننسى فقرة مهمة، انه الفولتج سورس اذا ربطت على التوازي، طبعا اذا نريد نربط مصادر على التوازي اكو شرط اساسي، انه لازم يكونون متساويين او متقاربين جدا بالفولتيه. اذا احنا نقول متقاربين جدا، نقول متساويين بالفولتيه، عمود نقدر نربطهم شنو على التوازي. بالنسبة للتيار عمود نربطه على التوالي، يجب انه يكون التيارات متساوية، بغض النظر احنا من نحكي على مصادر الفولتية نقول فولتياتهم متساوية بغض النظر عن التيار، من نحكي على التيار نقول لازم التيار متساوي بغض النظر عن الفولتية. هذا هو اللي ردت اذكره انذكر هنا، تمام؟ ايضا بالنسبة للتيار، شلون نتعامل مع التيار جمعة او متى انطرحه؟ نشوف هنا اتجاه التيار اثنين للاعلى، اذا نجمعهم، اثنينهم للاسفل نجمعهم، لكن شو الفرق؟ هنا حافظنا على الشكل للاعلى، اما هنا حافظنا بالشكل على الاسفل. اذا مختلفين
اكيد نطرح، لكن نخلي السهم للاعلى لو للاسفل، يعتمد على من هو الاكبر، نحافظ على اتجاه المصدر الاكبر. تمام، ايضا هنا نفس الحاله، نحافظ على اتجاه المصدر الاكبر. بهذه الحاله خلصنا المحاضره، اتمنى لكم كل التوفيق. اعتذر عن الاطاله، طبعا 40 دقيقه مو وقت قليل، لكن باعتبار انه هاي هي محاضره الثالثه للاساسيات، ان شاء الله من المحاضره القادمه راح نتكلم عن النظريات المستخدمه لتحليل المصادر وذكر امثله ونعطيكم بعض الاسئله لحلولها. اتمنى لكم كل التوفيق.